زي ما انت شايف مش بالنسبة لي بس، بكل الجماهير العريضة في العالم، مش في العالم العربي بس، في العالم عبد الحليم شكل بالنسبة لي زي الجماهير دي وأكتر. هو كان قدوة عظيمة فنية أخلاقية. كان يتمتع بأفلام رائعة جدا جدا ملائكية، كان محمود ملائكي. يا أشرف التليفون فين؟ على موقف كده جميل حصل ما بينك وما بينه. نعم موقف واحد بس جميل حصل ما بينك وما بينه. ساعة 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 عشان يجيب لي أورج جديد مجدي باشا. والله احنا في 2018 ما ظهرش واحد زي حضرتك في هذا ان شاء الله يا جماعه. ايه تطور مع الزمن ومش ليه بس على فكره في موسيقيين كتير جدا عشان مخرجه بتكلم اهو يعجزوا يشتروا قفلت معاه اورج او جيتار او بتاع غيرنا انا وعمر كرش وهاني مهند وعبد الحليم كان بيشتري لهم وكان يرفض انه يذكر اسمه في اي عمل. عبد الحليم كان من احسن معنا.